السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. اليوم جينا بواحد الوصفه اللي طلبتوها مني، تقريبا كل شيء طلبها مني، اللي هي كتكون من اللبان الذكر، اللي هي رائعه وغنيه عن التعريف. اللبان الذكر كاينين وصفات كثيره، يعني كتشوفوها، ولكن كل واحد وطريقه ديالته. اللبان الذكر غزال بزاف للتجاعيد، الحب الشباب، اننا ممكن نشربوه مزيان المفاصل، مهدئ للاعصاب من الدرجه الاولى. عندك اللبان الذكر والريحان، انايا كنصح بهم بزاف. اللبان الذكر مهدئ للاعصاب، للروماتيزم، الحرق ديال المفاصل اللي هو رائع بزاف. والحب الشباب ممكن تدقيه وتشديه، تديري معاه شويه ديال ماء ورد وتخليه على شكل عجينه وتحطيه فوق الحبوب. والجروح مطهر للجروح، غزال بزاف. وهذه الطريقه اللي غادي نعطيكم اليوم راه كتحيد الطبايع ديال حب شباب، وكتسد المسافات اللي هي عندنا محفره كثيره، اللي عندها محفره كثيره في الوجه ديالها، دوك المسامات المفتوحه واثار حب الشباب اللي كيخلي واحد الحفره في الوجه. راه هذا لبان الذكر بهذه الطريقه اللي غادي نوريكم، راه كيسد هذيك المسامات الواسعه، وكي دوك الحفيرات كيتجمعوا وتعطي واحد الكولاجين للتجاعيد. يعني كل شيء مجموع في اللبان الذكر، خاصنا ما نستغناوش عليه، يكون عندنا دائما في الدار ديالنا، نشربوه نديروه نقعوه. منقوع ديال لبان الذكر مفيد بزاف، اي ما نكثروش منه، واحد شويه بحال غادي نشربوا واحد فنجان ديال قهوه، يعني شويه فنجان صغير بحال هكذاك، يعني جوج ديال الجغمات فيهم بركة، يعني في الصباح وفي العشية بركة، لأنه رائع بزاف وما نكتروش منه. ما راه الحاجة إلا زادت على حدها كتقلب ضدها، هادشي اللي تنقوله. المهم الوصفة كتكون ليا من جوج ديال الحوايج، من جوج ديال المكونات اللي هما في متناول الجميع. لبان الذكر كنا كنسمعوا عليه بزاف شحال هادي، كيديروه في البخور، جدودنا ووالدينا كيديروه في البخور، كيبخروا به، مزيان للشعر، مزيان للبشره، مزيان للصحه، مزيان كل شيء. الناس عاوتاني كاين الناس اللي كانوا كيديروه في اتاي في الشاي وكيشربوه، عنده رائحه زوينه ولكن المذاق ديالو مر. هذا هو اللي تيكون يعني ذو جوده عاليه، للمذاق ديالو مر ورائحته زوينه. عندي اللبان الذكر اللي هو هذا، ها هو، ها هو، شي نقعتو درتو، خاصو 12 ساعة ديريه بالليل، لغد ليه بالصباح عاد تستعمليه، ضروري 12 ساعة. ملي كتنقعيه كيولي اللون ديالو أبيض على هذا الشكل، هذا اللون ديالو ابيض، هو تيبقى عندنا لتحت ولكن كنصفيه. شي كنصفيه، كناخذ انا غير الماء، انا بغيت غير الماء ديالو، بغيت انا غير هذا الماء، صفيته وخديت منه. انا هذا جبته باش وريته لكم كيفاش اللون ديالو كيولي على هذا الشكل. هذا انا درته، خديت منه ونقعت فيه الزعفران الحر، الزعفران شعره اللي هو هذا، هاو الزعفران، نقعتو معاه مع الماء ديال لبان الذكر. يمكن بعض الدول تسميه الكندر، وكاين اللي كيقول لي اللبان المر. هاو درتو هنا مع الزعفران الحر اللي هو رائع للتجاعيد كذلك. الزعفران الحر مزيان للتجاعيد، والزعفران واللبان الذكر مزيان للتجاعيد والطبايع وتوحيد اللون، اللي هو رائع، كيعطي واحد الصفاوه للوجه وكيعطي واحد البياض وواحد الاشراقه للوجه ديالنا. الوغ ملي غادي نديرو هاد اللبان الذكر ما غاديش نقدروا نبقاو نستغناو عليه،
ولكن حنايا ما غاديش نبقاو دائما نديروا واحد الحاجه نفسها، لا ضروري من التغيير، ضروري. شوف غير من الواقي الشمسي اللي كديري ضروري خصك تبدليه، من تقريبا 6 شهور، 6 شهور تبدليه هاد الماسكات، ضروري خصك تبقاي تبدلي باش البشره ديالتك تبقى تغدى، ماشي تبقاي تعطيها غير التغذيه وحده، تبقى تغدى لك مره كل مره شنو تعطيها. هادشي يعني انا كنصح بيه بزاف وكنديرو حتى انا، ما كنبقاش على ماسك واحد. الطريقه ديالته ها هو، خديت صفيت هذا، خديت الماء ديالو ابيض، نقعت فيه شعيرات الزعفران، شعيرات الزعفران عطاني لون اصفر، عطاني لون اصفر. ها ما يبانوا لكم الشعيرات، تقدر شعيرات الزعفران. طريقه جد سهله، فات ليا عطيتكم هذه الطريقه في منقوع الازير اللي هو كذلك ضد التجاعيد وعطات نتيجه رائعه. كنشد القطن الدائري، القطن الدائري ها هو كنشدو، كنفزقو بهاد الماء على هاد الشكل هذا، فزقها كامله على هاد الشكل، وكنحطها على الوجه ديالي كامل. غادي نعمر بزاف ديال القطن الدائري وغادي نحطه على الوجه ديالي كامل حتى العينين، غزال بزاف للهالات. الناس اللي قالوا لي في الماسك اللي حطيت قبل ديال الهالات المنتفخه والتجاعيد الرقيقه تحت العين، درت فيه بيكربونات الصوديوم، قالك لا حنا ما نديروش لا راه زوينه بيكربونات الصوديوم تما، ما تخافوش منها. ولكن الا ما بغيتوش ديروها ديروا هذا، رائع بزاف بزاف، ما تخافوش منه، كيعطي نتيجه رائعه. غادي نعمر كيف قلت لكم الوجه ديالي كامل بحال هكذا، يعني كل كوتون ديسك بزاف، غادي نفزقو، غنبدا نحط هنا، نحط هنا نعمر وجهي كامل. غنشد ميكا، حتى حد ما يقول لي الميكا ضاره، ميكا ما خصناش نديروها، الميكا راه ما غديريهاش نيشان فوق الوجه ديالك، الميكا غديرها فوق القطن، القطن ديجا فوق وجهك وهي فوق القطن، غادي تقبي بلاصه الفم وبلاصه النيف منين غادي تنفسي وغتحطيها على الوجه ديالك. النصيحه اللي كنقول لكم حطوه على عينيكم، ما تخافوش منه، راه رائع بزاف بزاف بزاف، وعنده رائحه زوينه، عنده ريحه زوينه. وان شاء الله غديروا هذا الماسك، هذا غادي يعجبكم، غادي تسدوا المسامات اللي فيه حب شباب. راه بزاف ديال الناس طلبوني على وصفات حب شباب، هنا جبت لكم وصفه ديال حب شباب. كاينه طريقه اخرى الا بغيتي ديري كريم ديال لبان الذكر، كتشدي هذا الماء، هذا الماء هذا كتصفي، كتاخدي غير الماء كديري معاه معلقه ديال النشا ومعلقه ديال دقيق الفرص، دقيق ديال الحلوه الابيض، فرينه، معلقه صغيره ديال الفرينه، معلقه صغيره ديال المايزينا، ونديروا معلقه ديال حليب البودره في اناء اللي غادي نوضعوه فوق البوطه، اللي هو غادي نغليه واحد شويه على نار هادئه حتى يولي لنا واحد الكريم، يعطينا واحد الكريم غنوضعوه في الثلاجه، ممكن يبقى عندنا مده اسبوع وحنا كنستعملوه، يعني نستعملوه استعمال يومي ما عندوش شي ضرر نهائيا. نديروا لوجهنا، نديروا الجسم ديالنا، نديروا المناطق اللي عندنا فيها اسمرار، راه مبيض والتجاعيد ومغذي، راه قنبله للتجاعيد، كيقضي على التجاعيد. الناس بزاف تيقولوا لا منين الشرفه ضروري منه، ضروري منه، ولكن التجاعيد راه خاصنا نحاربوها من الصغر ديالنا قبل ما تراكم لينا فوق وجهنا، وفي الاخر ما كتبقى لها حتى شي، ما غتبقى لها حتى شي دواء نهائيا، واخا تعيي ما ديري ديك الساعات. المهم اننا كنخففوا منها، ملي كتوصلي لواحد السن اللي هو 60 سنه وهذا، عاد غتبداي انت
تحاربي التجاعيد؟ لا، من احسن قيد تحاربي التجاعيد من سن مبكره باش تشوفي النتيجه اللي هي رائعه بزاف. والبنات هذا الماسك اللي عطيتكم راه رائع بزاف، كل وحده والطريقه ديالها، ولكن هذه الطريقه اللي مع كلهم زوينين، ولكن الطريقه اللي مع زعفران شعره راه رائع بزاف، وكيعطي مفعول، كيعطي بياض. التجاعيد اللي كتكون هي قديمه راه كيعطي مفعول فيها. ما تستغناوش على لبان الذكر، غير هي كيف قلت لكم ما خصناش نديروه بزاف، كل مره نديرو ماسك في شكل. مرحبا بكم، وان شاء الله يعجبكم الماسكات اللي كنعطيكم، وراه عن تجربه، اي حاجه كنعطيها لكم راه عن تجربه مجربه ومجربه. بصحتكم وراحتكم مره اخرى، ما تنساوش التشجيعات ديالكم ليا هي باش كاينه انا في اليوتيوب. السلام عليكم.